احنا النهاردة هنتكلم في موضوع مهم ومفيد للصناعة وصناعات كتير زي صناعة الأسمنت. الموضوع ده هو إنشاء أول محطة لمعالجة خبث الحديد وفصل المعادن. واحنا بنقول أول محطة عشان دي أول محطة فيها الاهتمام الكامل، فيها التعاون الكامل بين أطراف مهمة جدا. الأطراف دي بتمثل زوايا المثلث مهم جدا. الطرف الأول أو الأساس في الموضوع ده شركة العمرية للأسمنت اللي تبنت الموضوع بشكل جدي وبشكل مهم جدا. شركة غزالة للإنشاءات الحديدية ستيل فابريكيشن دي اللي قامت بتنفيذ الأعمال الهيكلية والشغل الموجود في المحطة. وشركة إيجيبت ستون هي المنسق العام للموضوع والمنفذ للمحطة واللي بتقوم بالتشغيل للمحطة دي. احنا بنقول أول محطة لأن المحطة دي كان كل المحاولات قبل كده محاولات فردية أو محاولات محدودة للاستفادة من خبث الحديد واستخدامه في الصناعات المختلفة. إنما المحطة دي اتحط لها برنامج واضح واتعملت أبحاث عميقة في الموضوع من كل المنتجات الخبثة للمصانع الحديد المختلفة. شركة العمرية برضو خدت عملت شوط كبير قوي في الأبحاث وإيه هو السايز المطلوب وإيه هي المكونات المطلوبة عشان تخش في صناعة الأسمنت. فكان عشان كده احنا بنتكلم بنقول دي أول محطة. ظهر التعاون طبعا جدا بين الأطراف الثلاثة وكل واحد ادى كل اللي عنده عشان تطلع المحطة بالصورة اللي تشرف الأطراف كلها وتنتج منتج مهم جدا بيساعد في تطوير صناعة الأسمنت وفي نفس الوقت بيقضي على مشكلة كبيرة من مشاكل البيئة اللي هي بتتمثل في تخزين الخبث في أماكن سواء في المصانع أو برا المصانع، ما ليه طبعا تأثيرات سلبية عن البيئة في كل المراحل. نعرف ايه هو خبث الحديد. خبث الحديد ده هو منتج سنوي ناتج عن المعالجة الحرارية لخام الحديد، وده بيبقى عبارة عن مجموعة من الأكاسيد المنصهرة، والأكاسيد دي اما أكاسيد حامضية او أكاسيد قاعدية او أكاسيد محايدة في النص. طبعا اهم الأكاسيد اللي هي موجودة أكسيد الحديد وأكسيد السيليكون وأكسيد الألمونيوم اللي بيمثله المجموعة الحمضية في الأكاسيد، وأكسيد المغنيسيوم وأكسيد الكالسيوم اللي بيمثلوا المجموعة القاعدية في الخبث، ومركبات أخرى بتطلع مع الناتج للتفاعلات اللي هي متتالية في عملية الصهر نفسها زي سيليكات الكالسيوم. كمية صغيرة بتطلع من الكبريتات والكلورايد. عملية الخبث بتتم أو بيظهر أو بيتجمع ناتج عن اختزال مباشر للأكاسيد دي إما باستخدام الكربون بمركبات المختلفة سواء فحم أو كوك أو أي نوع من أنواع الكربون كعامل مختزل. يعني عشان تتم برضو العملية دي لازم يبقى فيه استكمال لها أو إضافة لها، فبيضاف الفلكس في اللي هو بيقدر يجمع الشوائب دي والمركبات اللي هي اتكونت خلال العملية، وبيتلم أو بيتجمع الموضوع ده بعيد عن الغازات. الفلكس ده هو غالبا بيبقى مجموعة من المكونات
مثلا زي اللايم او الجير لما بيدخل او بيضاف للمنصهر فبيعمل عمليه تجميع للكالسيوم الموجود فبيكون حاجه اسمها السيليكات الكالسيوم. طبعا دي يعني اهم حاجه ان هي مجموعه من التفاعلات اللي بتتم في حاجات بتدوب او بتنصهر في درجات حراره عاليه زي السيليكون اللي حوالي 1720 او 25. ده لما بيتكون بيرجع تاني السيليكات يتعامل مع السيليكات الكالسيوم. سيليكات الكالسيوم بتنصهر عند 1500 بتبقى مجموعه متتاليه من التفاعلات وبينتج عنها الخبز. خدت على عاتقها انها تنفذ المحطه بصوره مثاليه فوفرت كل الامكانيات اللي هي ممكن تتبع في هذه المواقف. اول حاجه جابت المعدات المطلوبه من ناحيه الماتيريال اللي هي بتاعت المحطه نفسها، الفيدر، الكراشر، الميل والكراشر. دول كانوا حاجتين مهمين جدا عشان هو نقدر نتحكم في السايز ونقدر ننفذ الموضوع بدقة شديدة جدا. والسكرين او المهزة بتاعت الشغل نفسه والمحطة نفسها، مجموعة الكونفير بيلتس اللي هي السيور، الكنترول روم، كل المكونات بتاعتها اوريجينال، المغناطيس، وحدات المغناطيس، صناعه يابانيه، تعمل كل انواع السيفتي الموجود، تعمل كفر للسيور كلها بجلفنايزد ستيل، تعملت كل الاحتياطات من مشايات للعمال، من كل الاحتياطات اللي هي بتطلبها سيفتي رولز. عشان كده احنا بنتكلم ان ايجيبت ستون بخبرتها في مثل هذه الاعمال نفذت الموضوع اعتقد على اكمل وجه وطلع بصوره مشرفه جدا.